تعال نشوف رامي ربيعه نجم دفاع النادي الاهلي قال ايه لجمهوره قبل ان شاء الله انطلاقه المشوار يوم الجمعه اللي جاي. مشاركه بصراحه بالنسبه للنادي الاهلي يعني واضحه وباينه ان النادي الاهلي في حته تانيه. النادي الاهلي بيحقق بطولات كبيره وكتيره واحنا موجودين جزء صغير في المنظومه الكبيره اللي بتحاول تحافظ على البطولات وبتحاول تحافظ على اسمها، فطبعا حاجه تشرف وحاجه تفرح اي لعيب موجود في الكيان. بالنسبه لنا يعني حضرت كاس عالم فترات كبيره، اول كان كاس عالم ليه بالنسبه لي كان في اليابان 2012 مع كابتن حسام البدري، فبالنسبه لي انا ليها طابع خاص بالنسبه لي بستمتع بيها، بطوله عالميه فانا ببسط بيها يعني على المستوى الشخصي. رساله مستر كولر طبعا للعيبه ان احنا ما نهتمش بالنتائج اللي هي اخر فتره، نحاول نقف على رجلينا تاني ونحاول. طبيعي في الكوره بتبقى في فترات ليك بتبقى وحشه وفي فترات كويسه، انت بتحاول تعمل اللي عليك وبتحاول تأدي وبتحاول ننفذ اللي هو بيقوله في الملعب، فمع الوقت الواحد بيبقى نحاول نرجع المستوى اللي احنا كنا بيه السنه اللي فاتت. هي بس سوء حظ بس بيقابلنا في بعض الماتشات، احنا وقعدنا مع بعض كلنا واتكلمنا في الحاجات النواقص اللي احنا ما بقيناش نعملها او بنعملها، دي تخليك ان اللعيبه كلها بتبقى مركزه ان اللي يجي له فرصه يبقى مركز فيها ويجيبها، مش حد بعينه يعني كلنا لو كلنا كويسين او كلنا مقصرين، لان احنا فرقه جماعيه ما فيش حاجه اسمها شخص لوحده بيشيل المسؤوليه، لا احنا فرقه جماعيه. فاتمنى ان الحظ يبقى مساعدنا الفتره الجايه والامور ترجع زي الاول ان شاء الله. الجمهور ليه وجهه نظر، المدرب ليه وجهه نظر ثانيه، فاللي احنا بنشوفه ان النتائج بس مش مساعدانا، بس في سوء حظ وده طبيعي في الكوره، انما ما فيش سوء اداء. فاتمنى ان شاء الله الحظ يبقى محالفنا الفتره الجايه ان شاء الله. دايما جمهور الاهلي بيفاجئنا والله بالتواجد المعتاد بصراحه في الماتشات الكبيره والمهمه، عشان كده احنا بقول لك احنا نبدا ان شاء الله صفحه جديده، وان شاء الله في بدايه المباراه مع الاتحاد نبقى مركزين باذن الله ان شاء الله، ونحاول نسعدهم ونحاول نفرحهم ونحاول نفرح احنا كمان، ونحاول تبقى نتيجه طيبه للنادي الاهلي ان شاء الله، ونفرح جمهور النادي الاهلي اللي جاي ورانا باذن الله.